ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم ندى من قناة ندى بيوتي. النهاردة هعمل معاكم في الفيديو مقارنة بين بامبرز بيبي فاين وبين بيبي جوي. هقولكم مين فيهم اللي عجبني اكتر، ومميزات ده ومميزات ده، والعيوب برضو بتاعت ده وده. انا جربت الباكت الكبير من كل واحد فيهم وخالص عندي كذا مرة، وفي الاخر خلاص يعني انا هقولكم استقريت على ايه وهجيب ايه. بس شايفين كده الباكت دي اللي هي بيبي فاين، زي ما انتوا شايفين كده 64 قطعة اهو. دي مقاس 4، هو المقاس ده كبير الصراحة على ابني، بس ما لقيتش غيره، يعني ما لقيتش غير السايز ده. ماشي. العباوة دي انا كنت جايباها من اسبوعين بالظبط، كانت ب130. ماشي. ودي بقى اللي هي بيبي جوي مقاس 3، ده المقاس بقى المظبوط. يعني دي 58 قطعة زي ما انتوا شايفين، لسه مفتحتهاش. دي بقى ب150 جنيه، يعني اغلى 20 جنيه من بيبي فاين، بس يمكن عشان يعني الحاجات غليت، بس ما اظنش ان اسبوعين يعني يعملوا الفرق ده. بس يعني اول حاجة في الفرق ما بينهم ان بيبي جوي اغلى، بس يعني بحاجات بسيطة ب20 جنيه بس. ماشي. تاني حاجة مكتوب عليها هو بيبي جوي مقاس من 6 ل 12 كيلو. فعلا يا بنات بيبي جوي مظبوطة جدا في مقاساتها، ومقاساتها كمان كبيرة شوية، مش يعني مش على قد بالظبط. انما بيبي فاين مكتوب عليها هو مقاس 4 من 7 ل 14 كيلو. ماشي. بس مقاسات بيبي فاين الصراحة يعني كنزة جدا جدا، بالذات الجزء اللي ورا اللي هو الخلفي منها. فانتي لو انتي مثلا مقاس 2 من دي ومقاس 2 من دي، لا بيبي جوي هتلاقيها اكبر بكتير، يعني حته حلوه كده. فطبعا ايه، انا برشح بيبي جوي في النقطه دي. بقى على البامبرز هوريكم بيبي فاين من جوه عامل ازاي، وبيبي جوي برضو من جوه عامل ازاي. اهو بيبي فاين البامبرز بتاعه اهو، وهفتح بقى معاكم العبوه الجديده دي من بيبي جوي، وهوريكم برضو هي بتتفتح كده من هنا، يعني بقوة بقى تشديها كده لفوق، اهي شايفين بتتفتح كده. هفتحها بقى واوريكم بامبرز من جوه شكله عامل ازاي. بصوا كده بيبي فاين عاملة ازاي من جوه، بشكلها اهو. والحتة بتاعتها هي بصوا قطنية جدا جدا، القطن ده حلوة قوي. دي صحيح اللي ما يعرفش براند بتاعت المناديل، فطبعا تبقى عارفة هي بتعمل ايه. القطن بتاعها الصراحه ناعم جدا جدا، وفيها الخضره دي اللي هي يعني زياده امتصاص، او الامتصاص هنا بيبقى بالتساوي، شايفين. وطبعا مقاس 4 كبير حلو، يعني كبير جدا زي ما انتم شايفين. مقاس الصراحه كبير مش صغير خالص، وحلو، وهو كله قطن. والمقاس طالما كبرتي ما بيسربش، يعني انا كنت جايبه مقاس 2 ما كنتش عارفه اعمل ايه بجد، من كتر ما هو صغير، يعني مقاس كان صغير جدا، بعكس بتاع بيبي جوي مقاس 2 فيها كان ممتاز. انما جبت بتاع مقاس 2 بتاع بيبي فاين كان صغير جدا جدا، وكان بيسرب طبعا، انما مقاس ده الصراحة ما بيسربش. فهو ككواليتي وكده وسعر الصراحة بيبي فاين جميل جدا. ندخل بقى على بيبي جوي. زي ما انتوا شايفين كده برضو طرية جدا، بس بقى ميزة بيبي جوي خفيفة وبطريقة، يعني خفيفة قوي قوي قوي. وكمان فيها الحتة دي، شايفين الاستك اللي من ورا ده، الصراحة حلو قوي قوي قوي. ما بيسربش بالفعل، يعني حرفيا ما بيسربش، ما شاء الله عليها بجد، حلوة قوي وخفيفة. عارفين انتوا الكواليتي بتاعت بامبرز اللي هي تحسوا البامبرز خفيف قوي كده معاكوا وكده، لا هو زيه بالظبط بجد، يعني بحسه بديل الارخص بتاع بامبرز. وبرده كبيره، مقاس 3 كبيره مش صغيره، شايفين يعني ما شاء الله كبيره. تعالوا بقى نقيس كده نشوف مقاس 4 اكبر ولا من بيبي فاين، ولا مقاس ولا بيبي جوي. اهو كده اجيبها كده الاثنين اهو قد بعض. هو المفروض بيبي فاين طبعا يبقى اطول عشان مقاس 4، هو فعلا اطول، بس تخيلوا اطول بحته قد ايه. بصوا حته قد ايه، شايفين ده هو بيبي جوي، وده بيبي فاين اطول بحته قد كده اللي هي الحته اللي قدام، وفرق مقاس، يعني فرق رقم المفروض يبقى ايه، يعني المفروض الصراحه ما يبقى اطول واكبر بيبي فاين عن كده. فمميزات بقى بيبي جوي ان هو الحته اللي ورا دي الصراحه ما بتخلوش يسرب اطلاقا، ومقاساته حلوه قوي.
يعني مقاسات تحسيها مريحة كده وطويلة، يعني طويلة من قدام ومن ورا، والامتصاص بتاعها حلو قوي قوي فعلا. يعني هو مكتوب عليه ليلة كاملة، فعلا بيقعد ليلة كاملة من غير ما يسرب ومن غير ما يعمل اي حاجة وحشة. صراحة جميل جدا جدا جدا، انا انصحكم كلكم ان انتوا تجربوه. وكمان اللي هو ميزته ان بقول لكم خفيف عكس بيبي فاين. بيبي فاين تقيل، يعني شايفين الحتة دي تخينة، فما يعني بيعمل وكده بتلاقيه شكله مش حلو في اللبس، بيبقى ايه شكله مش حلو وحاجة كده مكلكعة في اللبس. انما الصراحة بيبي جوي خفيف خالص كده والله زي الورقة. وحلو الصراحة، ما بيبانش كده انه لابس في اللبس انه هو لابس بامبرز وكده، لا الصراحة شكله شيك قوي ومقاساته مظبوطة. فبجد بنصحكم كلكم ان انتوا تجيبوا بيبي جوي، الماتيريال بتاعته حلوة قوي، والاستك كمان بتاعه شايفين مطاطي وحلو وبيمنع فعلا التسرب، وبرده فيه الحتة الزرقاء دي بس اصغر شوية من عند بيبي فاين الحتة دي. بس الصراحة ككواليتي وكسعر، هو الصراحة اغلى، بس ككل حاجة بينه وبين فاين بيبي انا اختار بيبي جوي. بس لو ما لقيتش بيبي جوي طبعا هجيب بيبي فاين، يعني خلاص انا مش هستعمل غيرهم هما الاثنين، اللي هلاقيه فيهم هجيبه. بس هدور شوية على بيبي جوي، لو ما لقيتهوش هجيب طبعا بيبي فاين. اسعارهم حلوه والكواليتي بتاعتهم حلوه قوي، مش حاجه وحشه لجلد طفلك. وبجد انصح ببيبي جوي جدا جدا جدا، وبعديه على طول بيبي فاين. طبعا لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم.